Ah bir ölümsüz duvarlara yazan benim <laughs> gözlerimsiz Ah oh, çok mu gülümsüz <ar> insanlarda <laughs> ellerimsiz <gülüyor> Galiba yerlerimiz yok. Peşinde sızım katıksızım <laughs> eyraç <laughs> <Tıksızım. Fira. gülüyor> Odalarda ışık sarıyım. Yok seviyorum seni. Yok seviyorum. Seni sen... benim gelinimi oh, aldılar. Hani baksın. Sabahı günahı unutacaksınız. Bu uğurda servetim feda. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Oğlum. Kime yardım isteyeceğimi bilmiyorum. Allah kızımın <laughs> canını bağışlasın. Bu gece benim canımı olsun. Kızım sen de ölümü dileyeceğiz الإعلان أقل شيء ممكن نقول عنه إبداع إبداع آفرا ومارت نقطة وانتهى والله آه الإعلانين الثلاثة هلأ خليكم تستعدوا للشي اللي راح تشوفوه بالحلقة القادمة حلقة بكرة راح تكون حلقة درامية بامتياز حلقة حزينة حلقة مليئة بالمشاعر حلقة شو راح لكم <applause> جهزوا مناديل وبس المهم بداية الإعلان مثل ما كلنا شفنا راح يكون في حوار بين فريد وكاظم اصلا شفنا بداية هالحوار بالاعلانين التانيين بالاعلانين اللي سبقوا هذا الاعلان وتقريبا بيشبه او تقريبا نوعا ما نفس المشهد اللي شفناه باخر الاعلان فريد رح يكون مستاء جدا رح يكون عاجز جدا بعد ما انخطفت سيران وما قدر انه انه يلاقيها فراح يقول لكاظم انه ما بيعرف شو رح يعمل ما بيعرف من مين رح يطلب المساعدة كاظم رح يتأثر كثير وراح يزعل عليه بعدين مباشرة بنشوف فريد ماسك الموبايل وبيسمع صوت سيران وهي عم تصرخ وعم تقول لا تلمسوني اتركوني كلنا كنا توقعنا انه راح يشوف فيديو لسيران وهي عم تتعذب والحمد لله هو بس صوت، الصوت بس اكيد راح راح يدمره، بس تخيلوا انه يشوف سيران وهي عم تتعذب قدام عيونه مستحيل ينسى هيك منظر، مو بس هو يعني اي واحد بحب حدا ويشوفه بهذيك الحاله عم يتعذب حتى لو مر سنين طويله مستحيل انه هالمنظر يتنسى او ينساه، اوكي هو راح يلاقيها، راح يشوف الحاله اللي وصلت بس مو مثل اذا عم تشوف يعني شوفوا نحن اللي شفنا صيران عم تتعذب وزعلنا عليها فما بالك هو يعني زوجها واكثر شيء بحبه بهالحياه المهم اسماء كانت موجوده معه شفنا صوره بالملخص انه فريد حاضن اسماء بغرفه السفر طبعا فيمكن هي اجت لعنده يواسوا بعد يواسيها تواسيه فبهي اللحظه بالضبط بيجي التسجيل الصوت تبع صيران وهي عم تتعذب اسماء كمان رح تسمع صوت بنتها فرح رح ينهاروا ورح يصرخوا اثنيناتهم فهون العيلة رح تسمعهم ورح يطلعوا كلياتهم لعندهم هون فريد رح يغمى عليه كايا رح يساعده العيلة كلها رح تكون منهارة يعني تخيلوا معي كلياتهم يسمعوا صوت سيران وهي يعني عم تتعذب شفنا كمان عابدين ماسك موبايل بالشرفة وعم يبكي وعم يطلع بسونا فشو شاف يعني هل سمع الصوت او او انه شاف شغله تانية ما لحق فريد يشوفها بعد ما اغمي عليه فشو شاف لحتى يبكي هيك وطلع بسونا صونا متأثرة وماسكة كملابس سيران ومتأثرة كتير بالشي اللي صار لأختها وعم تبكي الحمد لله بتمنى إنه هي الشغلة تخليها توعى حالها وتفيق من المرض اللي كانت بتفكر فيه بعدين بنشوف جولجان عم تعتني بفريد فريد شفنا هيك جنب السرير تبعه حقن تبع تبع السكر يعني مرض السكر الحمد لله طلعوهم الحمد لله متذكري تذكروا إنه فريد مريض المهم نجي هلا لمشهد كاظم مع هالس لازم كلياتنا نقوم ونسفه لاول مره بالتاريخ المسلسل تاريخ مسلسل طائر فراف لاول مره هالس اغا بيقول شي عدل اول مره يتذكر هالس انه سيران كنتو يعني لازم لازم نقوم لازم كلياتنا نوقف هيك ونصفق له يعني مو شيء تعودنا عليه نسمعه على فكره المهم كاظم راح يقول لهالس يعني بالصالون لما كلهم يجتمعين يعني عم يدعي انه بنته ترجع وانه هو ياخ وانه ياخذ روحه هو هي الليله فهون هالس معصب وعم يقول هن خطفوا كنتي تخيلوا المهم بنشوف شوف صدمة تانية كاظم عم يبوس ايد هالس وهالس عم يقول له انسوا كل شيء يعني انسوا اخطائي وانسوا كل شيء عملته وثروتي كلها فداء الثروه والسلطه والنفوذ اللي ما شفنا منهم ولا شيء يعني كل هالسلطه وكل هالنفوذ وكل هالقوه ما قدر انه يطلع ابنه من السجن وما قدر هلا يعرف حتى مكان كنت وينها يعني المهم نجي هلا لمشهد سيران اللي اخذوها ومثل ما حكيت باخر فيديو نزلته انه الحقنه اللي راح يعطوها للسيران راح يعني تخليها تفقد الوعي وحتى انها راح تكون السبب في انه نبض قلبها يكون ضعيف فهمتوا فيمكن هذا الشيء راح يخلي فريد يعني يستصعب انه يسمع دقات قلبها فيظن انها ماتت خلونا هلا ما نتسرع ما نسرع الاحداث المهم راح ياخذها اكان ويرميها بالغابه او بمكان على فكره شغله قالوا انه اجى هربت قدرت انها أه... تهرب منهم فهل هي اللي خبرتهم بمكان سيران ما بظن ابدا ليش فريد لما فاق من الحلمه ما بعرف اذا كان عم يحلم بشي كابوس او شيء هيك المهم انه بعد ما فاق أه... هيك يعني توقعت انه خبروه انه لاقوا سيران بس ما بظن ليش فريد لما كان رايح بالسياره كان قدامه موقع يعني كانه عم كانه رايح لمكان باتباع الجي بي اس رايح لمكان كانه حدا بعت له موقع اللي هو رايح له فهمتوا كيف يعني يا اما كان لما اخذ سيران ورماها على الغابه بعد ما بعت التسجيل الصوتي تبع سيران بعدها بعد موقع سيران يعني لما رماها بالغابه بعد موقع سيران او يمكن فعلا قدروا انه يوصلوا لها يعني الرجال رجال يعني عابدين بس ما بظن المهم خلونا خلوا على الاقل شيء مشوق للحلقه الحمد لله الحمد لله انه فعلا القفله مو هي انه فريد اغمي عليه الحمد لله المهم انه وغالبا الافلام راح تكون فريد راح يلاقي سيران مليون بالمية خلص صرنا متاكدين الافلام مستحيل تكون انه فريد رايح لعند سيران اكيد راح يلاقيها نيجي هلا للتسريب اللي نزل تسريب الالف للمليون تسريب المليون اللي نزل قبل ساعة بعد ما نزل الاعلان يعني قبل ساعة من نزول الاعلان شو قالت المسربه؟ قالت انه انه راح ياخذ سيران ويرميها بالغابة فريد رح يجي يلاقيها فرح يفكر انها ماتت بعديها رح يقوص على أكان لانه مفكر انه انه سيران ماتت فهل هذا هو تسريب الاطلاق النار اللي حكيت عنه قبل يعني هل فعلا أكان تصاوب بيتمنى انه ما يموت بايد فريد بيتمنى انه ما فريد يكون سبب او انه احد الحراس هن اللي قوصوا على أكان؟ إذا عن جد مثل ما قالت المسربة إنه فريد لما إجا لعند سيران أكان لساته موجود وقوص عليه يعني مو أكان اللي بعت موقع سيران يعني مو غبي لدرجة إنه يبعث موقع سيران ويستنى لحتى يجي فريد هيك يعني يستناه مشان يقوص عليه فإذا كان تسريب هاي المسربة صحيح فغالبا فريد قدر يوصل لسيران بدون مساعدة أكان يعني مو هو اللي وصله لموقع سيران المكان اللي هي موجودة فيه وفعلا لما اجى لقاهم رموها وشاف اكان فقوص عليه يمكن بعدها ركض لعند سيران وحاول يسمع نبض قلبها يلاقيها بديك الحالة فرح ينهار ولما يسمع نبض قلبها ما يسمعه لأنه بسبب الإبرة اللي حكيت لكم عليها فهون يفكر إنه سيران ماتت فيصير يصرخ وهيك صرخة يعني صرخة القهر الله يعينك يا مارت المهم يصرخ وتنتهي الحلقة صراحة هاي اللقطة لازم تكون بآخر الموسم يعني تكون قفلة الموسم مو قفلة الحلقة فتخيلوا تخيلوا إذا كانت هاي قفلة الحلقة فأكيد يعني نسبة المشاهدة رح ترتفع حاسة إنه نسبة المشاهدة رح ترتفع خصوصا بعد هذا الترويج وبعد هي التسريبات وهي الأحداث يعني حلقة بحسها إنها دسمة فيها مشاهد كتير فيها أحداث كتير أحداث الشيء اللي صار لسيران وإفاكات إنه يعني لاقوها بعدين فريد يلاقي سيران يعني هاي الأحداث بتساعد كتير انه نسبة مشاهدة ترتفع حاسة بتمنى وكمان تمثيل افرا ومارت اللي ما بقدر يعني اتخطى ما احكي عنهم يعني احكي عن تمثيلهم قولوا لي شو رأيكم بال... بالاعلان اوكي الاعلان بيوجع طبعا مثله مثل الاعلانين الماضيين بس ابداع افرا ومارت انه وصلولكم لكم هي المشاعر وتحسوا فيهم وتبكوا وتدمعوا مجرد اعلان زائد اغنية اغنية اللي فكرتنا تقريبا بتعرفوا شغلة انه هاي ذكرى للأغنية اللي صارت بالسنه الماضيه عيد عيدين بتتذكروا تقريبا هي نفس أغنية اللي حطوها بالأفلاء وتقريبا يمكن الجمعة يعني بكرة رح يكون نفس اليوم اللي كانت فيه هديك الأفلام يعني عيد عيدين لما يعني لما وقعوا على وراق الطلاق وحطوا هديك الغنية المهم وصل مصن... المهم اكتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم، متحمسين للحلقة؟ رح تحضروا الحلقة، اكتبوا بالتعليقات، لا تنسوني من لايكاتكم، وإذا كان هذا أول فيديو لإلكم، اشتركوا بالقناة، بكره أكيد بعد انتهاء الحلقة رح نزلكم، إذا ما في إعلان طبعًا، رح نزلكم ملخص الحلقة، شكرًا كتير إلكم، بشوفكم فيديو القادم، إلى اللقاء.